Today we'll start to talk about the impact of pesticide on the environment. شو تأثير استخدام المبيدات على البيئة؟ طبعاً في إحنا حكينا إنه المبيدات إلها المجموعات المختلفة كان إلها تأثير على سلبي على البيئة بمختلف أنواعها. هلا بدنا نشوف بتفاصيل more in details about organophosphate. What is the impact of organophosphate on the environment? They are effective insect control where they develop as a human gas, nerve gas agent. They have a wide range of mammalian toxicity. The LD50 range from 1 mg/kg on a diet of vertebrate animal to a large amount to need to kill in mammals. طبعا هدول المبيدات اللي ذكرناهم سابقا هي اول ما تم تصنيعهم على اساس انهم غازات للاعصاب. كانوا يستخدموها في الحرب العالمية الثانية. طبعا هدول لهم wide range toxicity. سميتهم عالية بين التيديديات بشكل كبير. يعني ال LD50 اللي هي lethal dose to kill 50% of the tested animal اللي هي الجرعة القاتلة ل 50% من الحيوانات اللي تمت عليها الدراسة تعتبر 1 mg/kg يعني 1 mg لكل كيلوغرام قاتلة إنها تقتل الكائن الحي. فكائن حي وزنه 5 كيلو ممكن 5 mg كفيلة إنها تقتل هذا الكائن الحي. Some insecticides like organochlorine insecticides are extremely stable compound and persist in the environment for many years. Other break down within few hours or days. في بعض المبيدات لها خاصية إنها استمراريتها بقائها في البيئة طويلة الأمد مثل الأورجانوكلورين اللي ممكن تقعد في المي وفي البيئة لمدة 25 سنة لسنوات طويلة عديدة بينما بعض المبيدات الأخرى ممكن إنها تتكسر خلال ساعات أو أيام. هلا رح ندخل في التفاصيل اللي هي دراسات متخصصة. An increase in pressure from a natural and international pesticide registration authorities on insecticide on manufacturer to provide comprehensive data about the environmental behavior of insecticide on the certain stuff. هلا في صار ضغط عالمي محلي ودولي حول شركات الزراعة اللي بتنتج المبيدات عشان يقوموا بإعطاء معلومات مفصلة حول بعض الخواص للمبيدات منها الـ acute toxicity of their chemicals to humans, rat, mice, fish, aquatic, crustacea, plant, other selected organism. هلا أي مبيد بده يتم تسجيله لازم الشركة توفر وثائق ودراسات تتوضح الأكيوت توكسيسيتي. الأكيوت توكسيسيتي اللي هي السمية الحدية اللي هي مجرد ما أنت تأخذ أي مادة كيميائية بدها تظهر عليك أعراض التسمم مباشرة. هاي اللي هي بنسميها السمية الحادة اللي هي بتظهر الأعراض الإصابة فيها أو السمية مباشرة مقارنة مع الثاني اللي هي الكرونيك. الكرونيك اللي هي المزمنة اللي هي أنت بتأخذ منها كميات صغيرة على مدى سنوات طويلة عشان تظهر عندك أعراض الإصابة مثل أمراض السرطانات أو التشوهات الجينية أو التشوهات الخلقية أو العديد من الأمراض اللي بتكون المزمنة. هلأ أي مبيد بده يتسجل لازم شركة المبيدات تقدم معلومات كافية عن السمية الحادة لهذا المادة الكيميائية على الإنسان، على الفئران، على الجرذان، على السمك، على الحياة المائية، على النباتات وعلى أضر يعني كائنات أخرى بكونوا حسب إحنا وين بنستخدمه. إذا إحنا بنستخدمه قرب مسطحات مائية لازم كل الكائنات الحية مثلا ممكن الضفادع التورتلز أو السلاحف أو الكائنات اللي هي بتكون بهاي البيئة يعمل عليها دراسات. Data can only indicate the possible field toxicity of a particular insecticide related to an organism which differ. No data of all available to toxicity of most insecticide untested organism. طبعا حاليا اغلب الدراسات بتكون انها بس مبيد واحد ولكن في بعض الحالات احنا بنقوم بعملية خلط مبيدات مع بعض وبنعملها application. فشو تأثير خلطهم على الكائنات الحية حتى الان ما في شيء. بياخدوا دراسات لكل مبيد وتأثيرها سواء على الكائن الحي اللي بتم دراسته او ممكن انه في بعض المبيدات مش كل الكائنات الحية بتلاقي عليها معلومات عن السمية.
Such are some endangered species and species that may be important role in dynamic biological process of food. أحد المخاطر اللي إحنا بتواجهنا وفعلا حقيقية باستخدام المبيدات الزراعية إنه في عنا كائنات حية مهددة بالانقراض. هدول إحنا ما بنعرف شو تأثير المبيدات أو المواد الكيميائية اللي إحنا بنستخدمها على هدول الكائنات، فبالتالي خطر استخدام المبيدات في هاي المناطق بيكون أعظم، لأنه ممكن يؤدي إلى قتل هاي أو انقراض هاي الكائنات الحية. هلا رح ناخذ اكزامبل على effect of insecticide on microorganism اللي هي تاثير استخدام المبيدات على بعض الكائنات الحيه الصغيره. It was reported that insecticide have relatively small environmental impact on microorganism. There are relatively few data on toxicity of insecticide on microorganism. هلا اغلب الكائنات الدقيقه اللي هي المجهريه الدقيقه، الدراسات ما في شيء شيء واضح او دراسات مكثفه او أكيدة على تأثير المبيدات على الكائنات الحية، مثلا الفطريات البكتيريا الموجودة في التربة أو في الماء أو في الهواء. هلا effect of insecticide on aerial and soil inhibiting invertebrate، منها soil inhibiting invertebrate تأثير المبيدات على اللي هم الكائنات الحيوانية اللي موجودة في التراب. There are reports that are relatively few data on acute toxicity of insecticide individual species on soil inhibiting invertebrate. Most studies have involved studying the effect of insecticide on mixed population invertebrate in the soil in the laboratory or field. حتى هدول الكائنات اللي موجودة في التربة فيش دراسة واضحة انها توضح لك تأثير هاي المبيدات على الكائن واحد، ولكن هم بياخدوا على الهابيتات على البيئة الموجودة، وبتكون عادة مختلطة بعدد مختلف من الكائنات الحية، فبالتالي تأثيرها على الوسط مثلا في التراب الطينية، في التراب المسطحات المائية، في الطمية، أما أنه يجي يمسك كائن كائن ويعمل دراسة على تأثير هدول المبيدات لا. أو عادة هدول الدراسات البيئية بتكون يا أما في المختبر أو أنه بتتم في الحقل. تأثيرها على النيماتود، هلأ طبعا احنا عارفين النيماتود في عنا تو سبيسيز، نيماتود نافع ونيماتود ضاره. هلا احنا بنحكي دائما على النيماتود النافعه. They are extremely numerous in most soil. Some are parasite and plant animal and other are free living saprophyte species that are not susceptible to most insecticide. هلا زي ما حكينا في منهم اللي هو بعيش كمتطفل على النباتات والحيوانات، وفي منه بيكون متطفل على الكائنات الميه اللي هو الميته اللي احنا بنستفيد منه كاعداء حيويه. Insecticides have little direct effect on nematode, although there are evidence that insecticides can have indirect effect on nematode population. They can decrease community of nematode from fungivorous, bacteriovorous, and predator species that increases their those in plant parasitic species. طبعا تأثير النيماتود المبيدات على النيماتود مش مباشر، ولكن بيأثر على الكائنات الحية اللي هي النيماتود مفروض انها بتستفيد منها، مثل المجتمعات من البكتيريا والفطريات والفيروس اللي بتكون موجودة في التربة النيماتود بتتغذى عليها، فبالتالي التأثير بيكون غير مباشر، لأنه النيماتود خاصة السابروفايت اللي هي بتكون الرمية اللي بتتغذى على متبقيات وتحليل المواد المتحللة من الكائنات الميتة، من بكتيريا، من فطريات، من فيروسز، كلها هدول بتتأثر في الاستخدام المبيدات، فبالتالي بيكون تأثير غير مباشر. تأثيرها على الميت اللي هو العناكب أو الحلم اللي هو الأكارينا. Population of mites are extremely large both and below ground and occur in most soil. طبعا التعداد الميت لأنه هو عبارة عن كائن صغير الحجم صعب إنك تشوفه أغلب المرات بالعين المجردة، موجود بتلاقيه على النباتات، في التراب، في الكائنات الميتة، في الأشجار، في وين ما كان بتلاقي فيه عندك مجاميع من الحلم موجودة في البيئات المختلفة. The different taxa differed greatly in susceptibility of insecticide. كل نوع من الحلم أو العناكب المجموعات بتتأثر بطريقة مختلفة من كائن من مجموعة لمجموعة بالمبيدات. Most effective predator species might tend to more susceptible to pesticide than sluggish saprophytic species.
حتى احنا هون لما بنحكي عن تأثير المبيدات بنحكي دائما بنطلع على الجانب اللي هو الأعداء الحيوية. طبعا حتى النيماتو المايت أو الحلم أو العناكب والأكارينا في عنا نوعين، في النوع اللي بيصيب النباتات وبيسبب لها ضرر، وفي عنا اللي بتغذى على الحشرات وعلى الآفات الضارة، وبالتالي بنستخدمه احنا كعدو حيوي أو سلاح حيوي لمكافحة الحشرات. طبعا هدول اللي هم البريداتوري اللي هم المفترسات اللي هي تعتبر من الحلم اللي بتغذى على حشرات أخرى، عادة بكون قابليته للمبيدات أو حساسيته للمبيدات بتكون أعلى من الكائنات الأخرى أو الأصناف الأخرى من الحلم. This has led to upsprung of mite population and creation of new mite pest, which is red spider mite, which is confirmed extensive in the chemical insecticide. هلا اي واحد بيشتغل في الزراعه بيكون عارف اللي هو العنكبوت الاحمر، اللي هو عاده بيكون عباره عن نقطه حمراء بتلاقيها موجوده على البندوره على الخيار وين ما بتزرع، وبتكون كل الشجره او النبات مثل خيوط عناكب موجوده على النباتات. طبعا نتيجه استخدام المبيدات المفرط اللي اثرت على البريدتوري مايت اللي هي العناكب المفترسة، هاي أدت إنه تعداد العناكب النافعة بقل، وتعداد الحشرات الضارة اللي هي صار في عنا نوع مختلط ما بين النافع والضار، فطلع عنا اللي هو الضار اللي هو الريد سبايدر مايت اللي هو العنكبوت الأحمر. هذا العنكبوت الأحمر صار عنا مشكلة حقيقية، لأنه كان قبل يعتبر إنه يعني آفة بتطلع في نهاية الموسم نتيجة تغير الجو الأصناف هذا. هلأ لأنه في مبيدات كتير وفي استخدام مفرط للمبيدات، الحشرات اللي هي كانت بتحاول دائما تتغذى على هذا العناكب وبتخلي تعدادها تحت خط الضرر الاقتصادي اختفت لأنها انقتلت لأنها حساسة. صار عندنا الريد سبايدر مايت اللي هو صار عندنا هلأ كي بيست، آفة حقيقية، ومش المزارعين مش ملحقين لا يرشوا عليه مبيدات ولا يقدروا يعاملوا عشان يخلصوا منه. هلأ similar effect have been reported on mite communities in the soil، نفس الشيء نفس النتائج ظهرت في الترب اللي هي العناكب الموجودة في الترب نتيجة استخدام المبيدات المفرط. سبرينج تيل او الكولومبولا اللي هم الحشرات البدائيه، طبعا بالمختبر راح افرجيكم هدول بالتفاصيل شو هم المجموعات والاوردرز المختلفه. السبرينج تيلز اللي هي مثل الكولومبولا، هدول حشرات عاده بتكون حشرات مفترسه في التربه بتتغذى على الكائنات الميته او بتتغذى على الكائنات اللي هي الحشرات اللي بتكون موجوده في التربه، فاحنا بنعتبرها مثل المفترسات اللي بتتغذى على الحشرات الضاره. هلا هدول قريبين، they are these arthropods which are closely related to insect extremely numerous in most soil. هم قريبين كثير على مجموعة الحشرات وموجودين في الترب. هذول they are susceptible to many insecticides but their susceptibility differ. Insecticides have not been well documented and extremely difficult to predict. الدراسات بتقول انه هذول الاشباه الحشرات او اللي هم مفصليات الارجل عاده كثير حساسين للمبيدات المختلفه، ولكن فيش دراسه قاطعه تقول لك شو تاثير المبيدات بشكل قاطع، لانه زي ما حكينا احنا بندرس البيئه والكائنات اللي موجوده فيها كبيئه مختلطه وليس كافراد منفصلين. There seems to be a strong positive correlation between the degree of activity of springtail and their susceptibility to insecticide. The main predator of springtail are mesostigmated mite. There are, have been many reports of upsprung of the springtail population in response to the use of organochlorine and organophosphate insecticide. طبعا دول الكائنات طبعا في منهم نوعين، في نوع الضار وفي نوع النافع. النوع النافع بتأثر كتير بالمبيدات زي ما بتتأثر العناكب بالمبيدات. وجدوا أن هناك في علاقة طردية، أنه كل ما زادت استخدام المبيدات الأورغانوكلورين والأورغانوفوسفورس بتأثر على العدو الحيوي الطبيعي لهدول الحشرات الضارة، فبالتالي بزيد تعداد الحشرات الضارة في التربة. بروبودا او باروبودا اللي هي عباره برضه نفس الشيء من الكائنات الحيه اللي موجوده في التربه. These are very small animal common in many soil but occur in smaller number than in mite and springtail. It seems extremely sensitive to many insecticide. هلا الباروبودا برضه كائنات صغيره موجوده في التربه،
وهاي البروبوزا كتير حساسة للمبيدات. ف it is little is known about the feeding habit of and the ecological importance, and they are commonly found in soil, an excellent indicator of overall effect of insecticide in soil. هذول برضو كتير حساسين للمبيدات, وأكبر دليل إنه استخدام المبيدات بيأثر على الهابيتات أو البيئات اللي موجود فيها الكائنات الحية المختلطة, وجود أو عدم وجود اللي هي البارابودا. سنفلدز أو سنفلا اللي هي برضو related to millipedes and centipedes, اللي هم عبارة عن الديدان اللي هي ثنائية الميتر أرجل أو الأربعة وأربعين أرجل مثل عصا موسى أو ام 44. هذولا برضو من الحشرات اللي موجودة في التربة. Sometimes best are time of the spongiporous or even predators. هلا هذولا saprophagus اللي هم حشرات اللي هي بتتغذى على الحشرات الرمية اللي بتتغذى على بقايا كائنات الميتة, أو ممكن حتى يكونوا كبريدترز أو مفترسات بتتغذى على حشرات عايشة. These arthropods are common in many soil worldwide and they tend not to be very susceptible to insecticide. But the exposure to this chemical is minimized until the insecticide residue break down and disappear and they can return to the surface soil strata. طبعا هذول الحشرات عندها لانها مثل الديدان, هذول الديدان الموجوده في التربه, هذول عندهم القدره انهم يهربوا من المناطق اللي هي مرشوشه, فبالتالي حساسيتهم للمبيدات مش عاليه. فلما بيكون في منطقة مستخدم فيها مبيدات هم بيحاولوا يبعدوا عن هاي المناطق لحد ما يتكسر المبيد ويرجعوا للمنطقة اللي بيعيشوا فيها. المليبيد اللي هي ديبلودا, طبعا هدول برضو من اللي هم بتكون مفصليات اللي هي الديدان اللي هي ذات المئة رجل أرجل. Common soil inhibiting arthropod which live mainly in decaying organic matter and sometimes tend to young seedlings. طبعا هدول في الوضع الطبيعي هدول الارثروبود او المفصليات الارجل بتعيش على المواد الميته او الديكاينج ماتيريالز اللي هي المتحلله, ولكن في بعض الحالات اذا ما وجد المواد المتحلله ممكن يتغذى على جذور بعض النباتات الصغيره, مش النباتات الكبيره اللي هي بتكون الجذور أو الغضة. It can be serious pest on seedling sugar beet and cucumber. They are intermediate to susceptibility to insecticide between the parapodes and the symphyllids. Since they live near or on the soil surface, they are exposed to many insecticides that occur as surface residue and move to the soil surface as quickly they are been eliminated. طبعا هدول الكائنات حساسيتها بتكون متوسطه ما بين البارابودز والسنفلت, يعني لا هي كتير حساسه ولا هي كتير مقاومه, ولكن في المناطق اللي هي بتنرش, يعني انت لما تستخدم مبيدات على سطح التربه او عن طريق الري, فهدول بتاثروا في المبيدات, فبالتالي بيحاولوا يبعدوا لانه عندهم القدره انهم يتحركوا, الموبيليتي لهم عاليه, بيقدروا ينتقلوا من المناطق اللي مستخدم فيها المبيدات لحد ما يخاف المبيدات. They are repelled by insecticide and can penetrate deep into the soil when لما بيستخدموا المبيدات عندهم القدرة انهم يخترقوا الأسطح السفلية للتربة عشان يبعدوا عن المناطق اللي فيها المبيدات عشان ما يصير لهم تأثير عليها. بينما السنتيبيد, these are predatory invertebrates which are often important predator for soil inhabiting pests, are commonly most in soil and tend to very susceptible to many insecticides. عكس السنتيبيد, السنتيبيد اللي هي الحشرات اللي هي بتعتبر من او المفصليات الارجل اللي هي بتكون كتير حساسه للمبيدات لانها هي من الانواع اللي هي المفترسه اللي بتتغذى على الحشرات الاخرى. They are very active and exposure to insecticide residue is considerable that move through the contaminated soil and relatively sensitive to many insecticides. هذول الحشرات برضه الموبيليتي فيها عاليه جدا, قدرتها انها تنتقل في الاسطح التربه كتير عاليه, فبتحاول انها تهرب من المناطق اللي فيها مبيدات, ولكن بالرغم من هيك حساسيتها للمبيدات برضو عالية. Earthworms اللي هي الديدان الأرضية, Lumbricidae, they are a most important invertebrate in breaking down organic matter and maintain soil structure and fertility. طبعا الكل بيعرف فوائد اللي هي الديدان الأرضية, إنها بتكسر
المواد العضوية الموجودة في التربة وبتكسر التراب، فبتزيد من التهوية، بتزيد من خصائص الفيزيائية للتربة. Because they are very important to soil and because they are selective and key indicator of organism and the soil contamination, there are a great deal more information available on the acute toxicity of insecticide on them than other group of soil inhibiting invertebrate. لأنهم كتير مهمين ودورهم واضح جدا في عملية اللي هي تحسين خواص التربة، وتعطي indication أو دليل أو أداة لوصف حالة المبيدات والتربة في المنطقة. فإنه في كتير دراسات بتحكي عن الأكيوت توكسيسيتي أو السمية الحادة لهدول الكائنات عشان تعطي في عملية الدراسات. فأغلب الدراسات اللي أي واحد بده يسجل مبيد جديد بكون عامل دراسات على تأثير المبيد على الديدان الأرضية. The insecticides that are actually toxic to earthworm, including endrin, heptachlor, chlorodin, parathion, forate, aldacarb, carbaryl, benducarb, and pinomyl. طبعا هذول المبيدات اللي هي بتكون خليط ما بين organochlorine, organophosphorus, and carbamate. هذول المبيدات اللي هم اللي كلاسيكال. كل هذول المبيدات كتير لهم سمية عالية على الأرثورم. This is a relatively small number of insecticides out of more than 200 that have been tested on acute toxicity. All carbamate tested seem to be particularly toxic to earthworm. طبعا هاي بعض الأمثلة البسيطة اللي احنا حطيناها هون، ولكن في عنا أكثر من 200 مبيد تم دراسة تأثيرهم على الديدان الأرضية، وثبت إنه أغلبهم كلياتهم مبيدات سامة، خاصة المبيدات اللي هي الكربماتية اللي هي سامة لإلها. Molluscas أو الملاسكا اللي هي عبارة عن القواقع، اللي هي no insecticide with the expectation exception of methiocarb are toxic to slug and snail because they are protective coating mucus. طبعا هلا الملاسكاس اللي هي نعرفها اللي هي القواقع، في عندها two protective shells اللي هو الشيلد الخارجي اللي هي القوقعة، والسلج اللي هو عبارة عن السائل الهلامي اللي بتكون محاوطة حالها وبيسهل على عملية الانتقال من مكان لمكان. هذولا بيحموها من المبيدات، فبالتالي ولا مبيد except الميثيوكارب اللي حديت هلأ هو الوحيد اللي هو شغال أو بيأثر على السنيلز اللي هي القواقع واللي هي البزاء. فهم هذول هم الوحيدين، هو الوحيد اللي بيأثر عليهم. هلا ليبوفيليك انسكتيسايد such as organochlorine can bioconcentrate into the tissue of molluscus and can some organophosphorus insecticide like diazinon or carbamate such aldicarb برضه لهم تأثير. طبعا في بعض المبيدات في المجاميع المختلفة اللي إلها خاصية الليبوفيليك اللي هي إنها عندها القدرة إنها تخترق الخلايا الدهنية الدهون أو ترتبط مع الخلايا الدهنية، مثل اللي هي الأورغانوفوسفورات مثل الدايازينون والكربامات الألديكارب، وبعض المبيدات اللي هي الأورغانوكلورين تقدر إنها تخترق وتوصل للسوفت تيشو أو الكائن الطري عشان يقدر يقتله. This can affect birds that feed on the molluscus. بس السيء فيها لأنه الطيور تتغذى على هذول السنيلز وعلى القواقع، فبالتالي الطير اللي بده يتغذى على هذول القواقع راح يتأثر وراح يؤدي إلى قتل الحياة البرية بالطيور. هلا تأثيرها على الإنسكت أو الإنسكتا، طبعا تأثيرها بيختلف من اختلاف الكائن الحي أو اختلاف المجاميع. Different species of soil inhibiting insect and larvae can be a pest predator of the pest or important breaking down organic matter in the soil. Some species may act in two or more than these capacities. طبعا الحشرات احنا بنحكي عنها، مش دائما الحشرات اللي بنحكي عنها حشرات ضارة، في عنا حشرات النافعة اللي هي بتكون يا اما بتكون عبارة عن predator اللي هو مفترس، بفترس الحشرات الضارة او بارازايت بتطفل على الحشرات الضارة، او مرضو له دور في عملية breaking down the organic matter، حشرات اللي هي الرمية اللي بتتغذى وظيفتها الأساسية أنها تتغذى على الكائنات الميتة وتحللها وتحولها من مواد عضوية إلى مواد غير عضوية. طبعا أو في منهم بيكون عندهم القدرة أنهم يعملوا التنتين، بتغذوا على حشرات وبرضو بنفس الوقت بكسروا المواد العضوية وغير عضوية.
They are susceptible. They are susceptible to many insecticides, but the variability of susceptibility between the species different. طبعا كل الحشرات عندها قابلية أو حساسية للمبيدات، ولكن الحساسية بتختلف من كائن لكائن أو من طور لطور أو من عمر لعمر. Chemical much too great on general ecological trend. There is some tendency to some active predator species to be more susceptible to insecticide than non-mortal species, leading to upsurge of population of some pests and sustained insecticide uses. طبعا برضو حتى الحشرات اللي هي عندها القدرة على الطيران، أو الحشرات اللي هي ما بتتحرك، أو الحشرات اللي سريعة الحركة أو بطيئة الحركة، طبعا اختلاف حساسيتها بده يختلف. يعني الأطوار اللي هي ممكن تكون أكثر قابلية للاستخدام المبيدات، اللي هي الأطوار مثلا اللي بتكون غير متنقلة، يعني اللي بتكون قاعدة أو حركتها بطيئة، مقارنة مع الحشرات اللي عندها القدرة على الطيران اللي ممكن إنها تهرب من المناطق اللي تم رشها، طبعا باختلاف الحشرات. طبعا هذا أنت الحشرات، إحنا بنحكي هون على الحشرات النافعة اللي هي أنت لما بترش مبيد ممكن تقتل أعدائك الحيوية البريداتورز والبارازايت، فبالتالي رح يؤدي إلى أنه الحشرة اللي أنت عم بتحاول تكافحها صار في عندك اللي هي أوت بريك أو انفجار في تعدادها، لأنه فيش حدا اللي ينزل تعدادها للوضع الطبيعي من أعدائها الحيوية. Many insecticides affect aerial insects including bees. Bees are extremely important to providing honey and pollination of the crop. طبعا اهم مثال دائما كل دراسات اللي بتتم لتسجيل المبيدات لازم يكون فيها دراسه على تاثير المبيد على النحل. ليش؟ لانه النحل له دورين، اللي هو اصلا بيعطيك العسل وبيعطيك الرحيق وبيعطيك البربلس وبيعطيك اكثر من منتج، والشغله الثانيه انه هو بولينيتر، احد اهم الحشرات اللي هي اللي بتقوم بعمليه تلقيح المحاصيل الموجوده احنا كل الدنيا. يعني لو ما فيش شيء حشرات مثل البيز والبامبل بيز والحشرات الثانيه اللي بتقوم عمليه التلقيح، اغلب النباتات ما عندها القدره على انتاج الثمار. هلا خلصنا هيك بالانسكت از جنرال. هلا بدنا نكون على الاكواتيك انفرتبريت اللي هي كراستيشيا، اللي هي القشريات. الكراستيشيا اللي هي الكائنات القشريه، من روبيان، من السرطعون، من كل الكائنات اللي موجوده اللي هي القشريه اللي في المياه. Aquatic crustacea differ greatly in both size and number and population vary greatly seasonally. طبعا الحشرات الكائنات القشريه طبعا بيختلف بحجمها وبطريقة الشلز تبعتها، في منها بتكون كاملة التغطية يعني درعها كتير كبير، وفي منها بيكون بس بأطراف مختلفة، وبرضه حتى من موسم لموسم. يعني في حشرات الكروستيشيا أو الكائنات اللي هي القشريات بتكثر في موسم وبكون تعدادها بموسم آخر قليل. They include small swimming crustaceans as calypsos and daphnia. هذول برضو من الكائنات الحية اللي هي موجودة في الماء، اللي عادة إحنا لما بدك تروح على لو بدك تفتح على البستيسايد مانيوال بتلاقي عندك بالبستيسايد مانيوال، اللي هو عادة هذا عبارة عن كتاب بيجي له أبو 800-900 صفحة، حاليا يمكن وصل 1200، في كل المواد الاكتيف انجريدينت اللي هي الماده الفعاله لكل المبيدات بمعلومات كامله، الخواص الفيزيائيه، الكيميائيه، الـ تاثيره على البيئه، على المي، على التربه، على الكائنات الحيه المختلفه، الطرق استخدامه، ال دي 50، الاكيوت، الكرونيك، كل الطرق السميه، كل التوكسيسيتي تبعته موجوده. هذا اعطيك اياه دليل على اساس انت بدك تعرف حتى في حالات اذا صار في عندك تسمم شو لازم تعمل، شو لازم تاخذ. في لازم مثلا في ناس لازم تعمل فوميتنج، في ناس بقول لك لا لازم تاخذ مثلا الكالاين، في ناس بقول لك لازم تاخذ شيء مختلف، فبالتالي كلياته هذا موجود في المانيوال. طبعا هدول كلياتهم بكون حاكين لك انه دائما بحكي لك تاثيره على الدفنه، بتاثيرها على الكراستيشيا، تاثيرها على البيز، تاثيرها على الفيش، تاثيرها على الكائنات المختلفه عشان تعرف قديش مدى خطورتها لما بدك تعمل ابلكيشن للبستيسايد. انترميديت سايد اورجانيزم لايك شريمب اند بارونز، لارج انفرتبليت انكلود كرابس اند لوبسترز. طبعا الاختلافات بالاحجام اللي هي عباره عن شريمب اللي هو الروبيان، ومقارنه مع الكرابس اللي هو السرطعون، او اللي هو اللوبسترز اللي هو الروبيان. They are seem to be relatively susceptible to most insecticides, and they have been many insect incidents in large scale killing crustacea by insecticide reaching the aquatic system from spraying or spill. طبعا المشكلة في الكائنات البحرية انهم محيطهم محدود،
فبالتالي اي مبيد او ماده كيميائيه بدها توصل على هذا المسطح المائي رح ياثر بشكل سلبي على هاي الكائنات. فبالتالي في كثير من الحالات اللي صار فيها قتل لاعداد كبيره من القشريات المائيه نتيجه وصول المواد الكيميائيه او المبيدات لهاي المسطحات، سواء بالخطا او عن طريق اللي هي الدريفت او عن طريق حتى اللي هي انكباب او انزلاق او اللي هي التسرب المبيدات او المواد الكيميائيه للمسطح المائي. مولوسكوس ان ليلدي هذول برضو اللي هو الكائنات اللي هي بتشبه الكائنات اللي الموجوده بالايرث وورم، ولكن هذول موجودين في المسطحات المائيه. These are bottom living aquatic organisms like oyster clams and shellfish. طبعا هذول اللي هم عاده الكائنات اللي موجوده بتعرفوهم الاويستر اللي هو المحار، والشلفش اللي هم برضو نفس الشيء اللي هم بسموه احنا هنا الصدفيات، هدول كلياتهم اللي بيكون عليها اصلا غطاء شل قوي، ولكن مجرد انه هدول المبيدات تدخل لإلها فبتأدي الى قتلها، لانها الجسم اللي جوا او الكائن الرخوي جدا حساس فبالتالي بتتأثر كتير. هلا هدول عادة اللي هي الأويستر والكلامز and other shellfish and small worms are in the bottom of the mud and sediment and salt and fresh water system. طبعا هدول بكونوا ما بكونوش بيسبحوا بالماء، ولكن بكونوا في قاع المسطحات المائية، سواء في مدفونين في الرمل او على سطح المسطحات اللي هي داخل المحيطات والبحار. Most of them tend to have more lower sensitivity to insecticide than different in other group of aquatic arthropods. طبعا حساسيتهم للمبيدات اقل، ليش؟ لانه في عندهم القوقعة الخارجية اللي مسكرة، ولكن اذا دخل عن طريق اللي هي لما بيفتحوا بيتنفسوا يدخل جزء من المبيد رح يكون في لهم تأثير. They take up the bioconcentrate some persistent insecticide in their tissue as contaminated water passes their gels and eventually accumulate in toxic level. Report of serious incidents of these kind of relatively rare, but more maybe because of difficulty for tracing resource of contamination. طبعا طريقة التسمم في هاي بتكون انه مش acute، مش انه سمية مباشرة، ولكن انه هم بيفتحوا الشل هدول لفترات قصيرة عشان ياخدوا المي عشان يتنفسوا عشان يعرفوا يكملوا دورة حياتهم. هاي المي اللي بيكون فيها متبقيات للمبيدات ممكن تبدأ بالتراكم في الخلايا الدهنية. هلأ هون بتبدأ يطلع عندهم اللي هي الكرونيك اللي هي السمية المزمنة. بس حتى الآن الدراسات صعب انها تعمل تريسينج، صعب انها تلحق هذا الموضوع وتقدر تثبت هذا الموضوع، ولكن هاي النظرية اللي بتحكي في هذا المجال، لانه صعب انك تشوف وين مصدر الاصابة ومصدر العدوى او اللي هي انتقال المبيد. للإنسكت a wide range of insect larvae inhabiting in water, particularly fresh water like mosquitoes are free living in water and majorly live in bottom sediment. These include crominoids, mayfly, dragonfly, stonefly and caxidfly larvae. طبعا في عندنا كثير من الحشرات اللي هي نص حياتها خاصة في طور اليرقات بكون في المي. هذول الحشرات اللي مثل هاي الموسكيتوز البعوض، في عنا اللي هي الماي فلاي اللي هي ذبابة مايو، دراجون فلاي اللي هي هذول كلاتهم راح افرجيكم اياهم في المختبر عشان تعرفوا انه هذول نص جزء من حياتهم بيكونوا قريبين من المي او من المسطحات المائية، وفي جزء منهم اللارفي او اليرقات بتكون عايشة في المي مثل الستون فلاي والكادس فلاي. هذول عادة بيكونوا عرضة للإصابة باللي هي المواد المبيدات اللي بتصيب او بتسمم او تعمل contamination للwater sources عن طريق اللارفي. These insects are very susceptible to many insecticides, especially persistent one اللي هي بتصير نتيجة الconcentration at the bottom of the sediment that they consider they stay for a long period. عادة هدول المبيدات او هذا الطور بكون جدا حساس للمبيدات، لانه بكون جزء من دورة حياته بكون في المي، خاصة اذا كانت المي قريبة او المبيدات اللي استخدمت عليها مبيدات طويلة الامد بيرزيستنت، يعني تتكسرش بسرعة، وهاي المواد الكيميائيات ممكن تترسب في التربة اللي موجودة في المياه او المسطحات المائية فبتأثر على هدول الكائنات الحية. هلا Organochlorine, زي ما حكينا هو عبارة عن مبيدات moderately toxic and not only insect larvae but also to other aquatic invertebrates. أحد الأمثلة
أورجانو كلورين قلت لكم في بدايات كانوا يستخدموه على الناس، كانوا يعفروا فيهم الناس عشان يتخلصوا من الحشرات اللي بتصيب الرأس أو الجسم من حشرات اللي هي القراد أو القمل أو اللي هي البراغيث. هلأ المودريتلي توكسيك عادة اللي هو يعني نعتبر المبيدات الآمنة. هلأ ولكن في بعض الأحيان للأكواتيك انفرتبريت بصير لها هي اللي هي التراكمات. Organophosphate and carbamate insecticide tend to be less toxic than organochlorine to insect larvae, but very toxic to some other species. Carbamate are probably the least toxic. The most toxic group of insecticide to aquatic invertebrate are the pyrethroids, because they are broad spectrum active and affect species in aquatic invertebrate. نفس اللي حكينا لكم إياهم، أكثر المبيدات سمية اللي هي البايروثرويد لأنها عادة بتكون بتأثر بشكل سلبي على الكائنات البحرية والطيور والحشرات، فبالتالي تأثيرها بيكون مباشر. مقارنة مع الكربامات اللي هي للكائنات البحرية بتكون أقلها سمية، وبعديها بتيجي الأورغانو فوسفورس بعدين الأورغانو كلورين في السمية. It was reported that pyrethroids were very toxic to mosquito, black fly and chlorinated larvae. فهدول تم دراسة وأثبتوا أنه هدول البيروثرويد أو المبيدات البيروثرويدية سامة جدا على البعوض والباك فلاي والكيرومينويد لارفي. ليش؟ لأنهم بتكون في المياه أو بالمسطحات المائية. تأثيرها على الفيش. All aquatic organisms tend to be much more susceptible to insecticide than terrestrial one. طبعا معروف ليش، لأنه كل الكائنات البحرية خاصة السمك بكون في بيئة محصورة من المي، سميت إذا صار في عندك تسمم بالمسطحات المائية أو مصدر المياه فالكائنات الحية المائية خاصة السمك رح يتأثر ورح يكون تأثيره أعلى من الكائنات الحية الأخرى اللي ممكن إنها تهرب أو ممكن إنها تروح لبيئات جديدة. Contamination can spread rapidly through the aquatic system. There is no escape for fish and other organisms. Most developed countries reported fish kill to be insecticide very common, particularly in summer. These can be caused both through direct toxicity of the insecticide. طبعا هون بقول لك الكائنات الأكثر عرضة للإصابة بالمبيدات أو التسمم بالمبيدات اللي هي الأسماك، لأنه أي تلوث للمصادر السمك أو الكائنات البحرية وين بدها تروح؟ بالماء، فرح تضلها محاطة في المصادر التسمم. وعادة التسمم بيكون أعلى بالسمك خاصة في الدول اللي هي الناشئة أو اللي هي الدول النامية. هذول الدول بيكون عادة نتيجة استخدام المكثف للمبيدات، لأنه عادة الزراعات بتكون كلاتها في موسم الصيف، فصير في عملية سبيل أو عملية الانسكاب للمبيدات لتوصل للمسطحات المائية، فبصير في عنا سمية زيادة، فبالتالي فيها تسجيل أو إثبات أو أنه دراسات بتفرجي أنه الأسماك صار في عندها حالات تسمم بنسب عالية. Insecticide killed many other many on the food organism. They have been no good estimated overall losses of fish due to insecticide. There is a considerable data bank that acute toxicity of insecticide to fish since its major requirement before pesticide can be registered. Pesticide can fall out from the aerosplay in water and aquatic system like in river lakes and drainage or runoff or soil erosion. طبعا هون بحكي لك بنعيد مره ثانيه انه اغلب المبيدات بيكون تاثيرها سلبي على الحياه البحريه، وهذا نتيجه انه بكون انه صار في عندك انسكاب للمبيدات على المي الانهار او بتكون قريبه من مسطحات مائيه، او ممكن تصير عمليه اللي هي ترسيب للمياه الجوفيه، او ممكن حتى انه نتيجه الرن اوف او اللي هي انجراف التربه، جزء من التربه اللي فيها الكونتامينيشن بنزل على المسطحات المائيه خاصه اللي بتكون قريبه من المناطق الزراعيه. واهم شرط لما بدك تسجل اي مبيد انه لازم يكون في عندك داتا عن اللي هي التوكسيسيتي للانسكتسايد على السمك، فبالتالي اي مبيد بده يتسجل لازم يكون في هناك دراسات تمت على تحديد السميه للاسماك من هذا المبيد قبل عمليه تسجيله.
تأثيرها على الأمفيبيانز and reptiles، تأثيرها على الكائنات اللي هي الزواحف اللي هي have been considered as spectaculation recently that the deformities reported on frog and part of the USA and elsewhere due to insecticides. Some report a crocodile and their eggs by a concentration organochlorine and insecticide. طبعا الكائنات الزاحفة من أو الأمفيبيانز اللي هي البرمائيات ما فيش دراسات واضحة عليهم لأنه مش شرط أساسي في تسجيل المبيد إنك تدرس عليهم، ولكن في حالات سجلت إنه مثلا في هناك كتير أعداد اللي هي ضفادع في المناطق الزراعية عم تتأثر باستخدام بعض المبيدات. وجدوا إنه بعض الدراسات وجدت إنه نتيجة تراكم الأورغانوكلورين في مناطق معينة عدد البيوض اللي بحطها الكروكودايلز أو التماسيح عم بتأثر باستخدام المبيدات، ولكن فيش دراسة كونكريت إنه تقول لك إلو LD50 محددة LC50 محددة اللي تحدد لك قديش الأكيوت أو الكرونيك توكسيسيتي، ولكن هي عبارة عن دراسات ممكن على هامش دراسة معينة حددوا فيها تأثير أو مشاهدات. تأثير على البيرد. Birds are susceptible to many insecticides and have been informed on the acute toxicity different of insecticides. طبعا الطيور برضو بتتأثر باستخدام المبيدات اللي موجودة، خاصة انه الانسكتسايد افكت بيرد ار تيستد ديورينج ذا ريجستريشن بروسيس. برضه احنا بنلاقي كثير في معلومات واسعة عن تأثير المبيدات على الطيور لأنها الشرط من أساسي في تسجيل المبيدات، فبتلاقي most incidents of toxicity on bird in, are encountered through feeding contaminated food or eating contaminated insect. هلا طبعا بتقولي طب كيف الحشرات الطيور بدها تتأثر؟ يعني انا بدي اروح ارش الطيور؟ لا، انت الاغلب حوادث التسمم بتصير انه الطير بتغذى على نباتات مرشوشة فبدخل المبيد الى جسمها، او بتغذى على حشرات مرشوشة مثل الملاسكس فبالتالي بتأثر فيها. It can be difficult to confirm where a large number of birds are found dead on agricultural land whether they are killed by insecticide. يعني بيحكي لك يعني الا انت بتقدر تحدد انه حتى ممكن انه السمية ما تظهرش مباشرة، انه الطير ممكن ياكل النبات هون ويروح بعيد فبتلاقيه بعد فترة مات، فانت بتعرفش انه هل هو مات نتيجة تغذية على محصول الذرة المرشوش ولا لانه مات لانه الرش على منطقة اللي هو حاليا فيها. Avian toxicity is sometimes reason of registration of pesticide to be refused, particularly in a pattern that seed dressing would expose a large number of birds to insecticide. أكبر محاذير بتحيط أي تسجيل أي مبيد إذا كان له تأثير على الطيور، فكتير في مبيدات انرفضت للتسجيل لأنه طريقة استخدامها راح تكون عن طريق السيدي تريتمنت. السيدي تريتمنت اللي هي معاملة البذور. هلا البذور والمعاملة عادة انت بتزرعها في التربة، الطيور بتيجي بتصير تنقب البذور بتصير تتغذى عليها. اذا هذا المبيد ممكن يأثر على الطيور، من رفض انه يصير عندك ان انت تستخدم هذا المبيد كسول سيدي تريتمنت، يعني ما بتقدر تستخدمه بتغطية البذور، ممكن تستخدمه بالدرينج، بتقدر تستخدمه مثلا بالبلت بأي بشكل فورميليشن مختلفة إلا سيد تريتمنت لأنه أثبت إنه هذا المبيد بيأثر على الطيور. Effect on mammals، طبعا تأثيرها على الرات والمايس نفس الشيء، أحد الأهم الشروط تسجيل أي مبيد إنك بدك تعمل دراسات على تأثيرها على الفيران، على الجرذان، على اللي هم الماملز. طبعا وهاي كتير سهلة بيعملوها لأنه أنت بتربي الفيران والجرذان عندك في المختبر وبتصير بتعرضهم لدوزز مختلفة، فأنت بتقدر تحدد الأكيوت والكرونيك توكسيسيتي، وبناء عليه أنت بتصير تقارن بينها بين بالكيلو جرام بالمري جرام. على أي أساس بقولك أنه الـ LD50 مثلا ملي جرام بير كيلو جرام من الماميليونز، وبما أنه الماملز قريبة للكائنات الإنسان فبالتالي بيعملوها مثل اشتقاق على قديش سميتها على الانسان. ففي عنا اللي هي انسكتسايد هاي ماميليان توكسيسيتي، عادة هذولا كتير صعب انها نسجلهم، يعني مثلا في مبيدات بتكون لك التوكسيسيتي اللي لها 1 ملي جرام بير كيلو جرام، وتش يعني مين انك انت بس تاخذ واحد وزنه 50 كيلو بده ياخذ 50 ملي جرام اللي هي حبه ممكن انها تؤدي الى قتله. ولكن في بعض الحالات هذول المبيدات بتسجل ولكن عليهم ريستركشن عاليه لطريقه الاستخدام. هون هذول الماملز
اتوقع انه هيك اللي هو تاثيرها اخر شيء على الانسان. طبعا الانسان كانوا قبل يقدروا يحددوا هاي، يعني ايام قبل قبل حقوق الانسان وهذا، كانوا السجناء المحكومين مؤبد او محكومين اعدام يقولوا شو رايك بدل ما نعدمك هلا على الحارك نحكمك مثلا 20 سنة، بس منصير نجرب عليك دوزز بالمبيدات المختلفة أو الكيميائيات زي ما بيعملوا بالفارماسوتيكال، بيجربوا على فولنتيرز وبيعطوهم مبالغ مجزية على أساس أنهم يجربوا عليهم يشوفوا شو تأثيرهم على الطبيعة. فهذا كان حكي قبل أنه كانوا يضيفوا لهم إياه بالديلي انتكت، بعدين لما إجوا حقوق الإنسان قالوا لك لا بزبطش، صاروا يحولوها على الحيوانات وما إلى ذلك. هلا هون اللي هو insecticide can be important toxic effect on human، طبعا التوكسيسيتي اللي لهم بتختلف. هلا في عندنا حكينا عنها الكرونيك توكسيسيتي والاكيوت توكسيسيتي. الكرونيك توكسيسيتي اللي هي المزمنه، يعني قديش انت بدك خلال 20-15 سنة، خلال 6 اشهر، خلال 9 اشهر تظهر عليك اعراض الاصابه نتيجه انك انت عم تاخذ دوزز او جرعات منخفضه بشكل يومي، فبطلع عندك اعراض. وعاده بتكون هاي مثلا مش انه سميه حاده مباشره، يعني بتتسمم وبصير عندك اغماء او بصير عندك مراجعات، ولكن بصير عندك امراض سرطانيه، امراض جلديه، امراض تشوهات جينيه، تشوهات خلقيه وما الى ذلك الى الدراسات المختلفه. طبعا في حالات صار فيها انه في صار في تسمم في بعض هذا، اللي هي مره من احد المرات اللي تسجلت انه تقريبا 3000 ل 20000 شخص ماتوا نتيجه التسمم بالمبيدات. كيف صارت؟ كان الاخ بالقريه هذول جايبين ذره سيد تريتد هذا، ففكروها انهم هذول انه كاندي، طحنوهم وخبسوهم واكلوا الذره، فبالتالي صارت حالات جماعيه، موت جماعي نتيجه استخدام بذور معامله ادت الى قتل من 3000 ل 20 شخص. طبعا هذول بتصير في نتيجه التسمم الخاطئ. هلا طبعا في عندنا a lot of serious accident that people die from insecticide، عاده هذول بكونوا انهم يا اما بيحاولوا انهم ينتحروا او انهم بيشربوا بالغلط بعض المبيدات وهم مش عارفين نتيجة اللي هي التسمم الخاطئ.